هل هو من الصحيح ان عبد الرحمن قدني ثلاث ايام متضايق ما ادري فالصبر والتحمل طايق. هذا البيت قاله مفلح قبل ما يطلع وجاز للبيت ما ادري مفلح يعلمني فيه يومني حالتي قال لي ثلاث شهور متضايق اي انا قلت له ثلاث شهور انا ذاك اليوم ثلاث ايام متضايق قلت ثلاث شهور صعبه لازم احطها ثلاث ايام تقعد لي ثلاث ايام لا غيرت له انا لا صوت لا حس لا صوره الله طبعا هذه المنشد محمد فرحان لحن اصلا وين تقعد لي ثلاث شهور متضايق شهور متضايق ايوه بعد لي في التحمل والصبر طاقه يا سالم حبيبي السالفه وما فيها مفلح جاب مفلح جاب الشيله مثل ما ذكرت جابها ليش انا ثلاث ايام اخذتها علشان السالفه اللي ضايقتني واخذت ثلاث ايام وانا متضايق فجاب الشيله ذي علشان قلت والله لحنك ما اقدر اضبطها بجيب لحن وبجيب ثلاث ايام يلا عيد انصر دينك عيد والله كفو اليوم في حماس كفو لا بدشنا قبل بكره يا الوضع كذا كفو يلا يلا كفو وين انت يدلي ثلاث ايام انتظاي ما عاد لي فالصبر والتحمل طاق الله الله انا بديت اصيح وانا المنشد عاد كيف السامعين تحذرت